السلام عليكم شباب ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذه الحصة اللي نكملوا فيها الدرس ديال الاعداد العقدية. وصلنا الفقرة الرقم 5 بالنسبة للاعداد العقدية، الا وهي تساوي عددين عقاديين. فنبداو على بركة الله. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله توكلنا على الله. بالنسبة لهذا اللايف، الو، فقرة مهمة تتحط في الفروض، تتحط امتحان كانت ديجا محطوطة في واحد جوج امتحانات وطنية، يعني فقرة عندها واحد الأهمية وعندها واحد الوزن كبير بالنسبة للدرس ديال الأعداد العقدية، الا وهي تساوي عددين عقديين. الى اعتبرنا احنا امتى تنهضروا على عدد عقادي، باش نهضروا على عدد عقادي خصو يكون مكتوب على الشكل الجبري. الو، نعتبروا واحد الشكل الجبري اللي هو زد واحد، اللي هو ا زائد اي بي ولا بي اي، ياك. ونعتبروا واحد زد جوج وزد اثنان، غنعتبروا هو اكس زائد اي اي غي. نبدلو شويه، قلنا بي اي اي بي اي غي اي غي نفس الحاجه، يعني هذا الشكل الجبري، هذا عدد عقادي شكل جبري، شكل جبري، وايضا هذا مكتوب على ماذا؟ على الشكل، شكل جبري. زين، جبري. الو، هذا هو الغيال، هذا هو الغيال، بي هو الايماجينير بطبيعه الحال باشارته، وهذا هو الايماجينير. مزيان، نعتبروا زد واحد شكل جبري وزد جوج شكل جبري. في نظركم امتى منطقيا زد واحد يساوي لي زد جوج؟ زد واحد يعني تساوي عددين عقاديين عدد عقادي يساوي عدد عقاديين امتى؟ الا كان من الاخر ا يساوي اكس و بي تساوي ايغريك، يعني بلغه اخرى اللي كل شيء يفهمها، يعني بلغه اخرى الغيال ديال زد واحد تساوي الغيال ديال زد جوج، و الايماجينير ديال زد واحد تساوي الايماجينير ديال زد جوج. هذه الخاصيه ديال تساوي عددين عقاديين. حنا غدا ولا بعد غدا ما نخدموا واحد امتحان شامل، غيبداو يسولونا التلاميذ كيفاش درتي لي و و و و و و و و و الو، ها كيفاش نديروا لها ان شاء الله؟ لا، في نتلاقاو معاه في مراجعه ديال الفروض، نلقاوها في التمارين الشامله، نلقاوها في امتحان وطني بطبيعه الحال. يعني القاعده سهله، يعني امتى تكون عندنا عددين عقاديين متساويين؟ من الاخر الى كان الغيال ديال العدد العقادي الاول يساوي الغيال ديال العدد العقادي الثاني، و الايماجينير ديال العدد العقادي الاول يساوي الايماجينير ديال العدد العقادي الثاني، ايزي. ولكن ما تنسموه عدد عقادي كما قلنا في الفقرات اللي قبل، تو كان يتكتب على الشكل الجبري. الشكل الجبري ديجا شرحناه في الحصه ديالاش ديال الشكل الجبري اللي كنا شرحناه. الو، اليوم غنشرحوا التمرين 5 اللي هو داخل في الفقره ديال تساوي عددين عقديين. فنمشي مباشره التمرين 5. تمرين 5. الو، تمرين 5 نهضروا عليه. قال لك نعتبر العددين عقديين، عطاونا زد واحد تساوي اكس ناقص واحد زائد إغريك زائد زوج فوا إي، و زد جوج تساوي ناقص زوج إكس إي زائد إغريك. السؤال المطروح، السؤال المطروح هو واش زد واحد واش هو شكل جبري؟ لا، نعم فهو شكل جبري، بحيث هالطرف ما فيش إي، إذن هو اللي يمثل لي الغيال ديال زد واحد. الايماجينير هو التعبير اللي مضروب في اي. شنو هو التعبير اللي مضروب في اي؟ بطبيعه الحال باشارته، اشارته موجبه. الو، هذا هو الايماجينير ديال زد واحد. نجيو لهذا، واش هو مكتوب على الشكل الجبري؟ لا، بزاف تاع التلاميذ يتصيدوا، يبان لهم بان كاين اي الاولى يقول ليس بشكل جبري. لا، حنا قلنا على الشكل الجبري يكتب على شكل ا زائد بي اي، اللي في الحقيقه بي اي زائد ا، لان الجمع تبادلي. الو، التعبير اللي مضروب في اي هذا هو الايماجينير. في اتونسيون، انا سبقوا لك الايماجينير، وانا في الحصه ديال الشكل الجبري قلت لك في اتونسيون مع هذه الملاحظه،
بعد مره التمرين تصيدنا وتعطينا الايماجينير هو الاول. يعني انت اوبينتي الا بقيتي حافظ بان الغيال دائما تكون هو الاول يضربك الضو عاجلا ولا اجلا، مثلا في هذا التمرين يضربك الضو، الوغ هذا هو الايماجينير ديال الزد جوج. والغيال هو داك التعبير اللي ما فيهش اي، وبيال التعبير اللي ما مضروبش في اي، هذا هو الغيال، هذا هو الغيال ديال الزد جوج. مزيان. الوغ السؤال واش قال لي؟ قال لك حدد، قال لك حدد اكس وإجراج بحيث زد واحد يساوي زد جوج. احنا بغينا نحدد القيمة ديال اكس وإجراج من انطلاقة من المتساوية زد واحد يساوي زد جوج. هادشي اللي نقول لي انا، ارجع السطر، ارجع السطر ونقول لي لدينا، لدينا زد واحد تساوي زد جوج. ماذا تكافئ؟ تكافئ بان اكس ناقص واحد زائد إيكغريك زائد جوج إي تتساوي. هنا شباب ما الأفضل ومن الأحسن هو أنكم تسبقوا الجزء الحقيقي، يعني أن إيكغريك ناقص اثنان إكس إي ونحددو. أنتم بطبيعة الحال تحددو في الوساخ ما تحددوش، هذا هو الغيال وهذا هو الغيال، باردون هذا هو الغيال، باردون أنا مكاين والو، هذا هو الايماجينير ديال هذا العدد العقادي، وهذا كامل هو الايماجينير ديال هذا العدد العقادي. الوغ ماذا تكافئ؟ نرجعوا القاعدة اللي ايزي بزاف. الوغ تساوي عددين عقاديين الى كان الغيال تساوي الغيال والايماجينير تساوي الايماجينير، يعني الجزء الحقيقي تساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي تساوي الجزء التخيلي. هادشي اللي درت انا دابا انا، ولكن اول حاجه شوف التعبير واش مكتوب على الشكل الجبري. نعم فهو مكتوب بشكل جبري، يعني ان اكس ناقص واحد تساوي اغريك و اغريك زائد جوج اي تتساوي هي ناقص جوج اكس. مزيان. الوغ كيفاش نحلوا هذه؟ ساهله ساهله ساهله. تقول لي استاذ راه هنا كاين جوج مجاهيل اكس اغريك وهنا كاين جوج مجاهيل جوج اكس اغريك. نعطيك الفكره ساهله، احنا نلقاوها دابا دابا. الوغ حنا لقينا بان اغريك، اغريك في الحقيقه شحال تساوي حسب المتساويه الاولى؟ عندنا اغريك تساوي اكس ناقص واحد. نمشي للمتساويه الثانيه وفما بان ليا اغريك نعوضو باكس ناقص واحد، وبالتالي يولي عندنا مجهول واحد. كيفاش؟ الوغ نستعمل الملونات. دابا هاد اغريك هو هذاك، ها هو اغريك. لاحظ معايا اش ندير، هيولي عندنا اكس ناقص واحد تساوي اغريك. الو غنشد انا اغريك اللي عندي هنا اكس ناقص واحد ونعوض انا بحال ما درت والو، غتولي عندنا اكس ناقص واحد زائد جوج تتساوي ناقص جوج اكس. وبالتالي في المتساويه الثانيه ولا فيها مجهول واحد اللي هو اكس، ساهل باش نحددو. يعني تولي عندنا اغريك ناقص واحد تتساوي اكس ناقص واحد تساوي اغريك. هنا غنشد لي زيكس اللوحهم عند بعضياتهم، واللي ما فيهمش اكس نجيبهم من الطرف، فتولي عندنا اكس. عندنا التعبير شباب سالب، اللوحو الطرف الاخر شي يولي، يولي موجب، يعني ناقص جوج اكس اللوحو الطرف الاخر تولي زائد جوج اكس تتساوي. عندنا يا اما نحسبوهم دابا واللوحهم في دقه واحده، يا اما اللوحو بالواحد بالواحد، حنا نتسونا ونشوف شويه بشويه. عندنا ناقص واحد اللوحو الطرف الاخر يولي زائد، عندنا جوج موجب اللوحه الطرف الاخر تولي سالبه، يعني تولي واحد ناقص جوج. مزيان. الوغ تكافئ بطبيعه الحال تمشي بالتكافؤ، اكغريك ناقص واحد تتساوي اكغريك، شي انا من هنا نلقى اكس وساهله باش نلقى اكغريك. الوغ تكافئ ان اكس ناقص واحد تتساوي اكغريك نسيناها، وان اكس نزيدو جوج اكس، كيكس نزيدو جوج كيكسات هي ثلاثه كيكس، هي 3 اكس، واحد نقص منه جوج هي ناقص واحد. مزيان. الوغ غتولي عندنا و، عندنا هاد 3 هنا ضرب اللوحه على الطرف الاخر تولي قسمه، يعني فتولي في المقام، يعني ان اكس تتساوي ناقص واحد على 3. لقينا اكس ولا ما لقيناش؟ ساهل باش نلقاو دابا اكغيك. نرجعو للسطر ونشدو اكس، اكس تتساوي ناقص واحد على 3 ونعوضوها هنا، يعني تولي ناقص واحد على 3، ناقص واحد تتساوي إكغريك،
و x تتساوي ناقص 1 على 3. مزيان سهل دابا، ساليت 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 ساليت. الو غنمشي للكالكولاتريس، ما تمحن ما والو. شوف لا تتمحن، تشد التعبير كامل، دخلوا الكالكولاتريس تعطيك النتيجه، دخلوا. الو ناقص 1 على 3، الو ناقص 1، الو ناقص 1 على 3 ناقص 1 تتساوي، الو ناقص 4 على 3 ناقص 4 على 3 تتساوي y، وبالتالي حنا لقينا y. و x شحال تساوي يا شباب؟ ال x شحال لقيناها؟ ال x تساوي ناقص 1 على 2 سالين ناقص 1 على 3، ها هي y لقيناها و x تتساوي. اذا x يساوي ناقص 1 على 3 و y يساوي ناقص 4 على 3 لكي لكي ولا بحيث بحيث كما قالوا لنا ولا لكي على حسب السؤال، بحيث زد 1 تتساوي زد 2. احنا جاوبنا على السؤال، يعني جاوبنا على السؤال باستعمال ماذا؟ خاصية تساوي عددين عقديين. للإشارة كيف العادة شباب، يعني في كل حصة تنديرها، لأنه توصلوا لنا أسئلة وبعض المرات ما تنشوفوش الأسئلة ديال بعض التلامذ. الو اللي بغى يدير دروس الدعم عن بعد وايضا حضوري سماغش في المدن اللي احنا فيها، ما عليه الا انه يخلي رساله لهذا الرقم. يعني بغيتي دير دروس الدعم عن بعد وبيع عن قرب، فخلي رساله لهذا الرقم اللي هو 0619441068. خلي رساله في مثلا اشتراك، في اشتراك كتب كلمه اشتراك لهذا الرقم. بطبيعه الحال في كل حصه بعد الحصص يكون فيهم تخفيض، مثلا في هذه الحصه ما كاين لا تخفيض لا والو، ما عليك الا انك تستافد من الحصص ديال التخفيض اللي تنديرهم، او بيان اشترك بطريقه مباشره كما خليت لكم. الو هذا مكان بالنسبه لهذه الحصه، وما تنساوش اللايف او بيان الحصه اش بقى مسجله. ونعاود نقول اللي بغى يلتحق بدروس الدعم ما عليه الا انه يخلي كلمه اشتراك لهذا الرقم. بيس عليكم، تنبغيكم كاملين، ونتلاقاو في الحصه الجايه حيت نشوفوا فقره جديده. بيس عليكم.